السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسعد بتجدد اللقاء معكم مشاهدين في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم شارع السور. كلمة قالها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، جمع فيها كل معاني العطاء الكويتي، وشمل بها كل مفاهيم العمل الإنساني الكويتي، ولعله تكون بالمناسبة منعطف مهم وخطير أيضا نتوقف من خلاله أيضا على إضاءة مهمة من إضاءات مفاهيم العمل الإنساني في الكويت. نشاهد كلمة صاحب السمو وأعود إلى ضيوفي. أنا لست أقول لك بأن الكويت هي محفوظة لأن أنا اللي أحفظها، لا، أهلها هي هم اللي معطينها الحمد لله القوة والسمعة الطيبة في كرمهم. ما تلقى بلد في أي منطقة في العالم، لا بالأفريقيا ولا بالعالم العربي، إلا ويد وضع تلقى يعني الحمد لله عطائهم موجود في هذه الدول. فهذا اللي ما نخليه، فلذلك أنا وأنتم كلنا يجب أن نحافظ على هذا البلد. علامة مضيئة على طريق الخير، نور على درب العطاء، درة تاج على جبين العمل الإنساني. جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ارتقاء بالعطاء. إذن حياكم الله معنا من جديد حول هذا الموضوع وتداعياته أيضا، وكلمة صاحب السمو الأمير التي شكلت أيضا عمودا فقريا في حقيقة شارع السور الليلة. يسعدني اليوم أن يكون معي ضيفي حول محور حديثي المهم طبعا مع ضيفي الأستاذ أنور الحساوي نائب مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كما أرحب أيضا بالضيفة الدكتورة المتخصصة دائما في الشؤون الاستراتيجية دكتورة ندى المطوع. لكن قبل الترحيب دائما عودناكم مع ضيوفي نتوقف أيضا عند تقرير يشرح ماهية ومضمون حلقة الليلة. الكويت والعمل الإنساني والقيمي والأخلاقي، قصة توأمة وتاريخ عظيم ومسيرة معطاءة كريمة ورجال ونساء أبلوا بلاء حسنا في المجال الإنساني، ووالد عظيم يواصل عطاء آبائنا ويضاعف العطاء أضعافا مضاعفة ويعمل بجل ما يملكه من أدوات العون، هو والدنا ومعلمنا وحامل رسالة ولواء البذل والعون، قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والذي يجتهد في سبيل الإنسانية جاعلا من الكويت دولة رائدة في العمل الإنساني، واضعا سموه حفظه الله ورعاه تاجا من العز ونيشانا من الفخر على رؤوسنا، لنعتز بوطن تحتفي به دول العالم ويبرهن على تحديه لكل الصعاب وتبنيه لآلام وآمال العالم بأسره. وها هي اللجان الخيرية والمبرات والمؤسسات والهيئات والكثير من المشاريع الإنسانية تعمل ليل نهار على جعل الكويت في أول صفوف المتطوعين والباذلين لتقديم العون للجميع في شتى بقاع الأرض. ولم يتوقف العمل الإنساني على توفير الدواء والطعام فقط، وإنما عمل عدد من رجال الكويت البارين على توفير أدق تفاصيل الحياة لجميع المحتاجين بجميع عروقهم وأصولهم، فالجميع سواسية خلقهم الله ليسعوا في الأرض على رزقهم، وإن واجهتهم العراقيل يسخر الله لهم الطيبين والمجتهدين
من أبناء الكويت وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني والساعين لرسم الابتسامة على وجوه المحتاجين. علامة مضيئة على طريق الخير، نور على درب العطاء، درة تاج على جبين العمل الإنساني. جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ارتقاء بالعطاء. حياكم الله معنا من جديد في شارع السور. أرحب بضيوفي مع الأستاذ أنور الحساوي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي والدكتور ندى المطوع. أبدأ معك أبو عبد الله، كلمة سمو الأمير لعلها هي مدخل أساسي لحلقتنا الليلة، كانت كلمة مؤثرة استقبل فيها سمو الأمير أعضاء ورئيس أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان. اللافت المسألة أن سمو الأمير دائما في أي محفل في أي لقاء لا يمكن إلا أن تكون هناك كلمات إنسانية وتطوعية وخيرية، ذكر بالحرف الواحد أن السمعة والكرم والعطاء والجهد المبذول هي سمة من سمات أهل الكويت. هذا يعود فيني بالزمن إلى إنشاء أصلا جمعية الهلال الأحمر الكويتي، صدر فيها المرسوم بال 66 لكن تداعى مجموعة من أهل الكويت في ال 65. أنا يعني في ربط تاريخي كبير بين ما قاله أيضا سمو الأمير واستضافتنا اليوم لحضرتك في شارع السور، حياك الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكركم على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على أعمال جمعية الهلال الأحمر الكويت اللي جمعية إنسانية وتحكي باسم طبعا شعب الكويت ودور الكويت الإنساني في طبعا في دول العالم. سمو الأمير طال في عمره طبعا في كلامه عن موضوع مساعدة الدول، احنا منذ إنشاء الجمعية سنة 66 على أيدي 18 شخص من أهل الكويت من أخيار الكويت، ساعدنا إلى اليوم أكثر من 86-87 دولة حول العالم، وهذا شيء كبير بالنسبة لدولة صغيرة مساحتها وعدد سكانها الكويت أن تساعد أعتى دول العالم أو أكبر دول العالم. فوصلنا إحنا من الدول طبعا المتضررة سواء كانت الدول الفقيرة من أفريقيا إلى وصلنا إلى أمريكا طبعا في المساعدات، إلى اليابان، إلى أندونيسيا، إلى غزة، شرق وغرب الدول. سمو الأمير طبعا أشاد بدور الكويت الإنساني وكذلك تكلم عن موضوع حقوق الإنسان عندما التقى في الديوان حقوق الإنسان اليوم، قصدي لما التقى فيهم أمس، عن موضوع أن إحنا يعني يجب أن تساعدونا إذا شفتوا أي شيء للإنسان أو للإنسان تساعدونا. وطبعا هم تكلم عن القضاء الكويتي ونزاهة القضاء الكويتي وأن أي شيء يكون يعني أو يكون لا علاقة بهالموضوع ممكن واحد يتقدم للقضاء الكويتي. طبعا دور سمو الأمير ما حد ينكره، هو الرئيس الفخري لجمعية الهلال الأحمر الكويتي ودائما يزودنا من نصائحه ودائما طبعا يكون المتبرع الأول لأي أزمة أو كارثة تكون في العالم سواء كانت هذه الكارثة من صنع الإنسان أو كانت كوارث طبيعية أو حروب. جميل. دكتورة مساء الله بالخير. أهلا وسهلا. اليوم في الأمس القريب الأمير عندما استقبل الديوان الوطني لحقوق الإنسان رئيس وأعضاء هذا الديوان، ذكر الأخ رئيس الديوان بأن النظام الأساسي معروف لكن لا نستغني عن توجيهات كما ذكر أبو عبد الله ونصائح سمو الأمير، هي بمثابة مجسات تنويرية وإرشادية لهذا الديوان الذي أيضا كما ذكر أبو عبد الله يحمل يعني من المتميزين من أبناء الكويت في هذا المجال. الكويت دكتورة في هذا المجال لم تميز وتفرق بين جنس ودين وعرق فيما يتعلق في الإنسان. صحيح. اليوم سمو الأمير أكد على هذا الجانب وأكد أيضا على جانب القضاء أن أيضا حقوق الإنسان متعلقة في القضاء، يعني القضاء الكويتي دائما يفصل في هذه القضايا. تفضلي دكتورة. يعني طبعا وارحب طبعا فيكم اليوم وارحب بمشاهدينا وعلى الاخص طلبتي اللي متاكده انهم متابعين هذه الحلقه اليوم والحلقات القادمه باذن الله بهذا التوقيت الجديد الساعه 8. بالنسبه لي يعني هذه المقدمه الجميله احب اضيف ايضا او اركز وسلط الاضواء على كلمات قالها سمو الامير حفظه الله وهي أهلنا معطينا القوة، أهلنا مصدر القوة. من هذه الكلمة
معناها أنه يسلط الضوء على جانب من جوانب العمل الإنساني، مثل ما نعرف العمل الإنساني في الجانب السياسي والجانب الميداني. كلمة أهلنا تشير إلى الجانب الميداني، تشير إلى جمعيات النفع العام، تشير إلى مجموعة من الجمعيات طبعا منها هلال الأحمر والمجموعات الطلابية والشبابية اليوم التي تسعى في العمل الإنساني. الشق الآخر وهو الشق السياسي، وهذا الشق السياسي منها المجلس الذي تم تكوينه الآن، قد يصبح مستقبلا ذراع من للخارجية الكويتية، الديوان الوطني، منها الديوان، منها أيضا دور وزارة الخارجية في الترويج لهذه المساعدات، المطالبة بسد فجوة الفقر، والدور مؤخرا وهو دور الكويت في قيادة العمل الإنساني. مثل ما نعرف يعني سمو الأمير حفظه الله اسمه ارتبط بمسميات عديدة، أبرز هذه المسميات قائد العمل الإنساني، حتى أشارت العديد من الصحف له بأنه هذا القائد الذي يعمل بصمت وتجد على وجهه الابتسامة في مؤتمر الإنسانية. فاليوم إحنا عودة إلى هذه المفاهيم، ما زلنا في شقيها السياسي والميداني، واليوم طبعا مع وجود الهلال الأحمر لا شك بأن الشق الميداني ستسلط عليه الأضواء. وعودة إلى كلمة سمو الأمير، فعلا الأهل عطوا هذا الشق قوة. بمثابة هذه جزاك الله خير دكتورة، مشكورة على هذه أيضا التوضيح، لأن أساس يعني رئيس وأعضاء أيضا هذا الديوان استشربوا أيضا من كلمة سمو الأمير خارطة الطريق، وهي كما ذكرت الدكتورة بأن أيضا هذا المجلس أو الديوان الوطني سيكون رديفا للعمل الإنساني والعمل أيضا الخيري، وسيدعمكم في المستقبل أبو عبد الله. في هذا المجال الكويت لها أسماء بارزة في العمل الخيري والإنساني على مدار تاريخها الطويل، يعني حتى أيضا قبل قيام الدستور الكويتيين جبلوا على الخير وعلى مساعدة الناس. إلى أي مدى ممكن بعض الأسماء اللامعة في العمل الخيري، حتى لا ننقص بعض الأسماء نذكر وأيضا لا نتذكر آخرين أو نجهل، في هالمقام كيف عبد لكم بعض الصعوبات في عملكم الإنساني وعمل الهلال الأحمر الكويتي؟ نعم، هو طبعا العمل الإنساني مثل ما قلنا حتى قبل 66 أو قبل تأسيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي كانوا أهل الكويت من المتبرعين لنصرة الدول أو لمساعدة الدول في كثير من المشاكلهم طبعا الإنسانية. احنا طبعا بالكويت جبلنا حتى اهلنا علمونا على مساعدة الاخرين، حتى الان احنا نعلم عيالنا، وعندنا في الهلال الاحمر الكويتي نادي المتطوع الصغير اللي هو طبعا يضم الاطفال من سنة 7 الى 12 سنة، نعلمهم على مساعدة الاخرين ونعلمهم على الاسعافات الاولية، ويساعدونا في توزيع المساعدات على الاسر الفقيرة في الكويت. طبعا الاسماء اللي احنا مثل ما تفضلت انت ما نبي نذكر اسماء، نخلي اسماء، انما طبعا علامه مضيئه في تاريخ الكويت مثل المرحوم السميط، وطبعا بعض المرحومين الاخرين هم اللي طبعا كانوا يقدمون، لان اعتقد بدوا جسور ثقه بيننا وبين شعوب دول المحتاجه او المنكوبه افريقيا اسيا، كان لهم ايضا صولات وجولات في العمل في كل مكان. نعم هذا صحيح. احنا عندنا في الهلال الاحمر الكويتي طبعا رحمه الله المرحوم عبد الصقر، المرحوم برجس البرجس، والله يطول في عمر الموجودين، دائما لما نجتمع معاهم او نجتمع كاعضاء مجلس اداره، ومنهم الاخ الفاضل سعد الناهض وهو من احد مؤسسي الهلال الاحمر الكويتي، دائما نسمع منهم شلون كانت المساعدات طبعا بالسابق تذهب الى الدول والان مستمرين فيها. احنا ايضا قاعد نشوف الان لأول مرة يعني الجمال تستخدم سفينة الصحراء في توصيل بعض المساعدات. نعم. هذه في أي بلد؟ هذه في جزيرة سقطرة في اليمن. أيوة. لما ضربها الإعصار مؤخرا ما كانت في مناطق فوق الجبال وكانت وعرة، فصعوبة الوصول لها بالسيارات. نعم. استخدم الجمال في طبعا في نقل البضائع، ووصلنا الكهرباء عن طريق عمل محطات بالطاقة الشمسية لبعض البيوت لأن الكهرباء كانت مقطوعة، وكملنا، وكانت طبعا مبادرة جيدة، لأن احنا عندنا اجتماع شهري في مركز الملك سلمان في السعودية، احنا وجمعيات الأهل الحمر في دول التعاون الخليجي، وطبعا وزراء اليمن ومجموعة من طبعا المسؤولين في السعودية، نتباحث عن موضوع اليمن. احنا نتكلم طبعا نتباحث ماذا يمكن نقدم لليمن. طبعا تعرف بالمناسبة سمو الأمير تبرع ب 100 مليون أول ما صارت الأزمة اليمنية، 100 مليون صحيح، وقاعدين احنا طبعا نوزع سواء كان الآن النصيب الأكبر بالمناسبة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي
لأي دولة يسير حاليا؟ من المسيطر؟ من هي الدولة المسيطرة الآن؟ اللي أنتم الآن، أنا أعلم أنتم الآن عندكم مخيمات في الزعتري وفي تركيا، وللتو عملتوا توأمة بينكم وبين الهلال الأحمر القطري في إنشاء أيضا عيادة للسرطان المبكر. في عيادة نعم، هو طبعا أكثر ثلاث دول الحائزة على طبعا المساعدات هي العراق واليمن واللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن. ولكن هذا ما يمنع مثل الآن الزلزال اللي في إندونيسيا، كذلك الحكومة تبرعت وفي عندنا وفد موجود في إندونيسيا لتقديم طبعا المواد العلاجية أو الإغاثية. عندنا كذلك في كيرلا في الهند الفيضانات اللي صارت، كذلك عندنا وفد موجود هناك، وعندنا دول أفريقية طبعا معونات من مجلس الوزراء لمساعدتهم. جميل دكتورة، يعني كلام أيضا مهم في ذكر الأستاذ أنور الحساوي، في كيرلا، في إندونيسيا، في العراق، في دول كثيرة طبعاً من أجمل الجزر كانت. طيب الآن يعني الإنسان يستغرب يسأل سؤال، يعني الدولة الصغيرة قادرة أن تتعامل مع دول كبيرة ومحطات وأيضاً مناطق منكوبة، كيف لها، كيف يتجسد هذا العمل الإنساني دكتورة؟ ولا تنسى أن هذه الدولة الصغيرة قامت بهذا العمل قبل النفط، قبل أن تستمتع بعائدات النفط، وعندما بدأت هذه العائدات تكون جزء رئيسي من ميزانية الدولة فكرت هذه الدولة بصندوق التنمية والمساعدات والقروض. فدائما يعني تجد بأن سياسة الكويت هي التفكير بالآخر، سد فجوة الفقر، دائما هناك سياسة للمشاركة مع الدول الأخرى في استقرارها وفي تأمين سبل العيش. أذكر في الستينات عندما كانت هناك جمعية الخليج والجنوب، هذه الجمعية تأسست في الكويت وكان سمو الأمير يقود هذه الجمعية للمساعدات التربوية لليمن. فكان هذا نموذج إنساني متميز في مجال التعليم، مختص بالمناهج لهذا المكان من العالم. في بداية الستينات يعني حتى مدارس الكويت كانت حديثة العهد، لكن تجد بأن هذا الفكر التنموي الإنساني أصبح جزء رئيسي من السياسة العامة لدولة الكويت. فكانت المساعدات للطلبة والمساعدات لمدارس اليمن واستمرت. لذلك تجد العديد من الطلبة يقولوا لك إحنا كنا في ثانوية شويخ، درسنا في شويخ. هذه الجمعية ساهمت في تقريب الرؤى بين دول منطقة الخليج، أصبحت في إثراء الوعي الإنساني في الكويت جميعا. وتقديم 66 يعني كانت أيامها أيضا القومية وأيضا المجاني، وتقديم التعليم المجاني كخدمة، لأن في هذا التعليم هذه الشعوب ستتغلب على الفقر. في هالنقطة تحديدا الشعوب ستتغلب على الفقر، أنا قريت في أيضا تاريخ وإنشاء جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وطبق لاختصاصاتها أستاذ أنور مساعدة يعني الدور المجتمعي، تقديم الخدمة الاجتماعية، وأيضا تقديم المساعدات للدول المنكوبة، صحيح، وأيضا تقديم أيضا مساعدات للأسر المتعففة في الكويت، هذا صحيح. أيضا قريت أيضا تقديم معلومات عن أسر الحرب وتقديم مساعدات. أنا أعتقد أن الطب يعني بالنظر إلى دور الجمعية ركز على الجانب الإنساني، يعني كان جانبها أيضا أكبر من تقديم المساعدات. لكن جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وهذا إلا هذا بالإجابة منك، إنها هي ركزت فقط على الجانب الإنساني والجانب التنموي للإنسان. نعم، هو طبعا الجمعية بالنسبة للأسرة، هناك طبعا لجنة الوطنية لشؤون الأسرة، هو أخذت هذه الدور، دور البحث عن الأسرة بعد الحرب. ولكن الجمعية كانت أثناء الغزو العراقي الكويت، طبعا كانت تساعد طبعا ضحايا الشهداء والمتعورين الى المستشفيات تقديم العون لهم، كانت تساعد في دفن الموتى والشهداء. انما في البحث عن الأسرة طبعا هو دائما جمعيات الأهلة والصليب الأحمر في كل دول العالم هي ما طبعا يكون لهم الدور الأول في مساعدة على البحث عن الأسرة. أنا هذا اللي أقصده، أنا مو بالكويت فقط، لا أقصد حتى في مساعدتكم للدول مثلا في الأزمة السورية، في الأزمة يعني هذا طبقا أيضا لأهدافكم، لكن أنتم ركزتوا على الجانب الإنساني. إحنا ركزنا، لأن القضايا أيضا ألقت بظلالها على 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 دوركم، ولوجود طبعا لجان أخرى تهتم فيها في هذا الموضوع كلجنة الأسرة ووزارة الداخلية. إنما إحنا مثل ما تفضلت عندنا طبعا مساعدات داخل الكويت بالإضافة إلى خارج الكويت. عندنا نرعى أكثر من 5000 أسرة محلية، الأسر المحتاجة، ولدينا مركز طبي شامل لعلاج
كل من يحتاج إلى أدوية أو إلى طبعا مساعدة لشراء الأدوية أو العمليات داخل الكويت، ومن خلال هذا البرنامج أنت سنويا ترعون أسر في الكويت متعففة. إحنا عندنا 5000 أسرة طبعا وهم في ازدياد، نقدم لهم شنو نوع التقديم عفوا؟ الله يسلمك، نقدم لهم الأكل، نقدم لهم كوبون للجمعية شهري لشراء ما يحتاجون من الجمعيات اللي تجيبهم، ونقدم لهم الأدوية عند الحاجة، ونساعد في التعليم للأطفال، ونقدم طبعا كسوة الشتاء والصيف، ونقدم الإفطار في رمضان، ونقدم الأجهزة الكهربائية من ضمن حملة ساعة تسعد في رمضان دائما، وحاليا نقدم الأجهزة اللي هم يحتاجونها. يعني طبعا في دور للقطاع الخاص، انا ما بيذكر، انا هو القطاع الخاص طبعا من المسؤوليات المجتمعيه، البنوك وغيرها التبرع في هذه الاجزاء، وتبرع في جزء لدعمهم. كان عندكم شعار لنعلمهم. نعلم، نعم. تبرع للتعليم، وهنا عندنا حوالي تقريبا 4300 طالب. انا ودي بس تعقيبا على حديثك، ما ودي اقاطعك، شوف التقرير اللي اكد كلامك، ورد ثاني مره مع الدكتور ندى المطوع عن المساعدات في الداخل ومساعدات الكويت في الخارج. تقرير ونعود الى شارع السور، حياكم الله. على مدار العام وفي جميع المناسبات، جهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي لمساعدة المحتاجين داخل الكويت مستمرة على خطى التراحم والتكافل في المجتمع الكويتي الذي جبل على مد يد العون والمساعدة والإغاثة لكافة المحتاجين. دعم الأسر المحتاجة يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لإدارة الجمعية، كونه ثمرة من ثمرات التعاون مع شركائها في العمل الخيري، ومن مشاريع وبرامج العمل الإنساني التي تقدم للمحتاجين. فرق الجمعية تعمل على تقديم الغذاء للعائلات ذوي الدخل الضعيف، وذلك عبر تقديم كوبونات أو عبوات غذائية، كما تقدم الرعاية الصحية للأسر ضعيفة الدخل والتي لا تستطيع تحمل تكلفة العلاج والدواء، وذلك عن طريق شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تيسير الزيارات إلى مراجعة الأطباء. وعلى خط جهود الجمعية في دعم التعليم ومساعدة الأسر المحتاجة داخل البلاد، على بدء العام الدراسي الجديد كل عام، تطلق جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملاتها لمساعدة الطلاب على سداد الرسوم المدرسية واستكمال مستلزماتهم الدراسية. وفي شهر رمضان المبارك من كل عام، تعمل الجمعية بالتعاون مع الشركات والمؤسسات والأفراد على تنفيذ برنامج مساعدات رمضان. كما يشكل مشروع توزيع كوبونات الخير لشراء كسوة العيد بادرة مهمة تخفف الأعباء على كاهل الأسر المحتاجة، وتبث روح التكافل والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع، كما تحقق الأهداف الخاصة للمشروع في إسعاد الجميع في مثل هذه المناسبات. تحرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على مد جسور التعاون والشراكة الإنسانية والخيرية بينها وبين المحسنين الذين يدعمون جهودها الإنسانية، لتصل تبرعاتهم إلى المحتاجين وشرائح أخرى في المجتمع، حيث تستقبل الجمعية الصدقات والزكاة من المحسنين لصالح الفقراء والمحتاجين داخل البلاد، ترجمة لبرامجها في الشراكة المجتمعية ومد يد العون لكل محتاج. علامة مضيئة على طريق الخير، نور على درب العطاء، درة تاج على جبين العمل الإنساني. جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ارتقاء بالعطاء. حياكم الله معنا من جديد في شارع سور. عود الى ضيفتي الدكتوره ندى المطوع. دكتوره، اصبح العمل الان انساني لصيق يعني بالنهج بالعطاء بالفلسفه الكويتيه، الان ارتبطت هذه الكلمه بسياستنا حتى المحليه. فيما يتعلق الان فيما جمعيه الهلال الاحمر، ذكر الاستاذ انور الحساوي بان الجمعيه لها دور يفوق 86 دوله على مستوى العالم، يعني بالنظر الى هذه الجمعيه لعبت دور كبير في تقديم يد العون والمساعدة. إلى أي مدى دكتورة هذه الجمعية أدت الدور المطلوب فيما يتعلق في تأصيل وتفهيم
العمل الإنساني الخيري الكويتي. بنظرة سريعة إلى مؤسسي الجمعية، واضح بأنهم كانوا من الطبقة التجارية التي كانت حريصة، كلهم أغلبهم معروف بالاسم بالعمل الإنساني والمساعدات. على سبيل المثال لا بأس في ذكرهم دكتورة. أي. كلهم اي ما في مشكله يعني ايضا المفروض احقاقا للحق، وايضا هذه من ايضا من الجمعيه. ولكن عندنا عبد العزيز الشايع، عبد الله علي عبد الوهاب المطوع، عندنا علي الرضوان، خالد اليوسف المطوع، يوسف الفليج، يوسف الحجي، عبد العزيز الصقر، الدكتور عبد الرحمن العوضي، برجس حمود البرجس، سعد يعني الناهض. سعد الناهض طبعا الله يعني يرحم اللي توفى، وعبد الرزاق العدواني، ومحمد يوسف النصف، يوسف ابراهيم الغانم. فاغلبهم او كلهم كانوا من الناس اللي معروفين بهذه، كانت مهمه الاشاره لهم دكتوره، هذا النفس الانساني بين اهل الكويت. نعود مره اخرى الى فتره الستينات وفتره انشاء جمعيه هلال الاحمر. أي متابع للصحافة الكويتية في هذه الأيام كان يجد مثل ما تفضل أخونا العزيز بهذه الفزعة للقضايا في العالم العربي والتبرعات، يجد حتى الخارجية الكويتية تشوف تشيك باسم القنصل أو ممثل سمو الأمير في واحدة من الدول اللي فيها كوارث، أذكر الهند، يقدم هذا التشيك كنوع من الدعم لهذه الكارثة. فنعود إلى المستوى السياسي والمستوى الميداني، واضح أن الكويت منطلقة بهذا النهج في سنوات مبكرة، ولكن ما حدث مؤخرا هو استضافة الكويت للمؤتمر الإنساني الضخم لدعم سوريا. حتى الأمم المتحدة قمتها الأولى 2016، قمة العمل الإنساني 2016 ما كانت عندها قمم الإنسانية في السابق. إحنا 2013 بلشت فيها الكويت، 2013 صحيح. بدأت فيها الكويت، وراهن البعض على فكرة بدأت فيها الكويت ونجحت في تأسيس هذه الشبكة من الدول لدعم العمل الإنساني، وكرست تغيير شامل في هذا الدعم. وأنا مهتمة بدعم المؤسسات التعليمية وحريصة على متابعة الدور الكويتي، وفعلا شعرت بالفخر عندما وجدت إحدى المدارس على حدود لبنان بأن الأمم المتحدة قدمت تقرير ما عندنا طلبة، فإحنا نقترح إغلاق المدرسة. هذا قبل عامين، الكويت أصرت على بقائها مفتوحة، طبعا فيها العديد من الأطفال واللاجئين، حريصة على استمرار التعليم بهذه المؤسسات، وهذا شيء يرفع الراس. في هالنقطة تحديدا التعليم كان له حيز كبير في خريطتكم الإنسانية. قبل أسألك عن التعليم والصحة والبنية التحتية ومجالات عملكم في الهلال الأحمر، أنا أقول قدر جمعية الهلال الأحمر اللي أنشئت بال 66 وكانت المنادات فيها بال 64 أو ال 65 إذا ما تحضرني الذاكرة، أن قدركم من وراء التحرير مباشرة كوارث، دول تشتتت، مشاكل، فيضانات، زلازل، إلى أي مدى هذه الأمور الكوارث الكبيرة عطت الجمعية أرضية صلبة تتعامل معها في يعني توزيع المساعدات في شق التعليم كما ذكرت الدكتورة ندى، في شق الإسكان، في شق بناء يعني ملاجئ ومدن أيضا سكانية وصحية. صحيح. يعني تنوعت عندكم الخبرة. صحيح كلامك صحيح، احنا 2017 و2018 بالتحديد يعني شهدت الجمعية دول كثيرة فيها مشاكل، وفيها طبعا في مشاكل طبيعية ومشاكل وحروب آخر سنتين، ولكن هذا طبعا كل أعطانا خبرة من أول من السنوات السابقة. عندنا متطوعين لله الحمد، يعني ما أن تكون هناك كارثة وبعدين ندرس الموضوع ونبعثهم، اللي عارفين طريقهم وين، عارفين كيف يتعامل مع الشعوب، وهم طبعا سواء كانوا شابات أو شباب يقدمون بأيديهم المساعدات اللي طبعا للشعوب المنكوبة، ونشكرهم طبعا في هالمجال، وندعو أي واحد يحب يتطوع عند الهلال الأحمر الكويتي يعني نرحب فيه، ونعطيه طبعا الكورسات بالمساعدات والقانون الإنساني وإرسالة إلى أي دولة من الدول المنكوبة. للتو خرجتوا الدفعة 51. نعم. المتطوعين. نعم. شكل الدورة ومضمون الدورة. إحنا طبعا فقط الإسعافات الأولية. إسعافات الأولية، قانون العمل الإنساني. دول الإنساني وكيفية طبعا التعامل بالكوارث وكيفية طبعا التعامل مع الأشخاص اللي بالكارثة. احنا عندنا تقريبا حوالي 1200 متطوع متطوعة، ولكن نرغب بالمزيد، لأن التطوع طبعا هذه أول شيء يحس بالراحة وهو يتطوع ويساعد الآخرين، طبعا يأخذ أجر عليها، وهذه شغلة
طبعا زينة حق الكويت واسم الكويت أن تكون أبنائها يكون هم اللي طبعا يقدمون المساعدات بأيديهم. وطبعا هاي توصية صاحب السمو والله يحفظه على موضوع المساعدة التطوع، وطلب سموه وأمر سموه بإدخال مادة التطوع في منهج التربية ليكون طبعا بالمنهج لغرس التطوع في النفوس. وإحنا بدورنا رفعنا رغبة سموه إلى دول المستعمر الخليجي في اجتماعاتنا، وسعدوا كثيرًا بالفكرة وراح تطبق عندهم إن شاء الله. ما تفكروا أبو عبد الله في المستقبل إنشاء أفرع لجمعية الأحمر في بعض؟ هو طبعًا الكويت صغيرة فبالتالي في فرع واحد، ولكن كانت هناك نية للتدريب وللتأهيل المحافظات، كانت في نية لوضع طبعًا إحنا نحتاجهم للتبرع ولطبعًا مساعدة الآخرين، لأن تعرف إحنا شغلنا خارج الكويت وداخل الكويت، ولكن لما تكون في انتخابات، لما يكون في طبعا أمور داخل الكويت المتطوعين موجودين، فيكون في المحافظات أقرب منهم من عندنا. جميل. دكتور، الجهد الإنساني للكويت لأي مدى أثر على السياسة الخارجية للكويت في كثير من الملفات؟ صحيح، وسؤال جميل، لأن أصبح يعني كنا في الماضي نقول أن هناك ذراع اقتصادي للسياسة الخارجية، صندوق التنمية، وراهن على الاقتصاد سنوات طويلة، لكن بعد استضافة مؤتمرات الإنسانية صحيح أصبح هذا مو بس العمل الإنساني، حنتكلم عن جهد وعمل ومؤسسات ومتابعة وخطط طويلة الأمد، مثل يعني الدول اللي الكويت ملتزمة بمساعداتها وهي دول الجوار العربي التي تعاني من عدم الاستقرار، التي بأمس الحاجة إلى المساعدات حتى تستطيع أن تستعيد قوامها. وأنا اليوم يعني سعيدة بأن الهلال الأحمر منضم إلى جهود الكويت في دعم العراق واليمن وسوريا، لأن هذه الدول في أمس الحاجة للدعم. ولما نتكلم عن دعم لا ننسى بأن هذه المساعدات تصل لكبار السن، للأطفال، لذوي الاحتياجات الخاصة، والكويت حريصة بإيصال المساعدات لهم. بس أنا عندي اقتراح لجمعية هلال الأحمر، هذا الاقتراح بأن أعتقد هذه الجمعية بحاجة إلى إنشاء معهد. اليوم وإحنا نتكلم عن العمل الإنساني، معهد لما يدخل متدرب ما يدخل بدورة قصيرة، يدخل ويروح وعنده تجربة ميدانية ويكمل معاهم من دولة إلى أخرى. هذا الاقتراح أنا أعتقد يعني ما قلته اليوم إلا لأني لاحظت بنشأة العديد من الجهود الإنسانية عبر السوشيال ميديا، وأنا أفضل الانضمام إلى مظلة جمعية إنسانية. جمعية نفع عام. جمعية نفع عام في العمل الإنساني مثل هلال الأحمر، مظلتهم أكثر أمان من أن مجموعة تسافر اليمن وترجع أو تسافر السودان وترجع. فتحت مظلتهم لو يأسسون معهد، وهذا المعهد ينتظمون فيه طلبة مثل الدراسة الصيفية أو النشاط الصيفي، بس يكون جهدهم طويل الأمد، يعني يأخذونهم أكثر من دولة ويتعلمون على العمل الإنساني. فكرة جيدة إلى معهد مثلاً. والله بلاش، والله بلاش أعطيك هالفكرة. العمل الإنساني يعني الآن نظراً لدوركم الكبير ونظراً لتفاعل الناس. استشارة مجانية على شأنك. وفلسفة العمل الإنساني ليش ما يكون في معهد؟ هو ما في معهد، ولكن هناك مثل ما تفضل الدكتورة مبادرات تحت مظلة الهلال الأحمر الكويتي. لا يمكن لأي فريق أن يروح إلى اليمن إلا أو إلى أي مكان ثاني إلا عن طريق الهلال الأحمر. والمبادرات هذه عندنا احنا المبادرة الكويتية المصرية اللي تبني قرى ومستشفيات في مصر، وعندنا مبادرة بيت الياسمين. يعني نشاهد الجهود الكويتية في توصيل المساعدات. نعم، احنا عندنا مخابز، هذه مخابز في كل من الأردن ولبنان للاجئين السوريين، وفي أربيل كذلك، لإعطاء طبعا كيلوين من الخبز يوميا للأسر. لكم من الأسر عفوا هذه المخل لتسد احتياجات كم أسرة؟ الأسرة الموجودة كانت احنا وزعنا تقريبا 52 مليون خبزة. يعني هذه الصورة انا اقراها استاذ انور دكتورة، انا اقراها من وجهة نظر اعلامي متغيرة شوية. هذه صعوبة وصول المساعدات، وهذا يؤكد بان ان العمل الإنساني عمل شاق. نعم. وعمل مكلف أيضا نفسيا وجهديا وجسديا. ما فيها ماي، سقطرة انشفت من أجمل المدن سقطرة، وفيها صحيح وفيها من أجمل الأشجار بالعالم في سقطرة، ومدينة لها قيمة تاريخية عالية جدا. تصور ما فيها حتى مياه، فجهد غير مسبوق اللي قامت فيه الكويت
والمملكة العربية السعودية أيضا عندهم نعم والإمارات ودولة الإمارات صحيح لا ننسى فترة الحرب وبعدين قعدوا 3 أسابيع متطوعين يعني تعرف الحياة كانت صعبة هناك فقعدوا 3 أسابيع لأن وصلوا طبعا والهواجس الصحية لأنك أنت محتاج إلى تطعيم خاص وتحصين ما تقدر والهواجس الأمنية أيضا والهواجس الأمنية صحيح أنا بدي بس أمر على مجموعة من المحطات في عطاءات جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعني مثلا أنا ودي أذكر الدور المجتمعي للقطاع الخاص، القطاع الخاص داعم اساسي ايضا لرؤى جمعية الهلال الاحمر الكويتي، بذكر يعني ما اقدر اذكر البنك لكن ما بيسوي اعلان ودعايه ورعايه، لكن احد البنوك جزاه الله خير دعم مشروع كما ذكرت قبل شويه لنعلمهم. صحيح. الهلال الاحمر ايضا افتتح دار لليتيمات اللاجئات السوريات في تركيا. في تركيا نعم. صحيح. ايضا الكل بتبرع من احد البنوك كذلك الدار هذه دار الايتام. يعني رافد أساسي لكم أكيد القطاع الخاص في الكويت هناك يعني شيء راقي وشيء مميز في الكويت وهي المسؤولية الاجتماعية لكل من القطاع الخاص كل قطاع خاص يملك مسؤولية اجتماعية فبالتالي احنا نتعاون مع البنوك أو شركات الاتصالات أو القطاع الخاص عموما في هذا الموضوع يتبرعون يعني عندنا حملة تبرع لتعليمهم تبرع القطاع الخاص ومن خلالهم تمكننا من تعليم مثل ما قلت 4300 طبعا طفل طالب وطالبة ونطمح لنوصل 5000 من أصل 13000 قدموا لهم محتاجين طبعاً في الجمعية نعم ما بدي أقابل في الجمعية عندكم الآن خطط استباقية يعني في بعض الدول تتكرر مشاكلها حسب المواسم مثلا باكستان الزلازل فيضانات موجات البرد القارص كيف ستستعد جمعية الهلال الأحمر لهذه الموجات لهذه المواسم هو الله يسلمك احنا عندنا تعاون مع الأهل الحمر في الدول أو الصليب الأحمر ما أن تكون هناك كارثة طبعا احنا فرقنا موجودة وجاهزة لله الحمد طبعا هناك تبرعات وعندنا مبلغ من المال ممكن أن نساعد فيه حتى قبل التبرع ولكن طبعا إلى أن تجينا التبرعات من الحكومة العمل احنا ماشيين عليه ويعني ماشيين فيه يعني ما أن تكون هناك أزمة يذهب فريق ويعاينها وطبعا ونشتري سواء كان من السوق المحلي أو من طبعا من الكويت إذا كان صعب السوق المحلي ولكن ما أعتقد أن هناك في صعوبة أو يعني لا نقرأ المستقبل والكوارث اللي تصير إحنا عندنا مركز الطوارئ ويعلمنا طبعا مركز الكوارث عفوا ويعلمنا تغلم العثمان لا عند الأخ المعراج العثمان هي تنمية الموارد هي اللي تجيب فلوس حق الجمعية وجه لها تحية ونوجه ايه المعراج وعندنا الأخ يوسف المعراج هو مدير مركز الكوارث ومن خلال هذا المركز يبين عندنا الكارثة أثناء وقوعها المطارات القريبة يمها كيفية التعامل فلله الحمد يعني وبعدين عندنا الأهل سواء كان إذن تنسيق على المستوى قبل التنسيق دكتورة في المناسبة التنسيق يعني احنا ما نبي نبخس أيضا جهود وزارات وهيئات وزارة الخارجية لها تنسيق مباشر مع جمعية صحيح الأحمر صحيح الجيش الكويتي وزارة الدفاع بالطائرات العسكرية سي هيركوليز أعتقد إذا تصلح لي أيضا نعم الطائرات العسكرية جهات مختلفة حتى يكون هذا الرافد الكويتي على أرض الكارثة أو أرض الدولة التي تحتاج إلى مد يد المساعدة تطويع هذه الإمكانيات بالسرعة الممكنة أنا قبل اللقاء قاعد أدردش مع أبو عبد الله أقول المشكلة لا تكمن في تقديم المساعدة المشكلة تكمن في مدى الاستجابة السريعة لهذه الدولة إلى أي مدى ممكن الكويت تتعامل بالسرعة القصوى وفق قانون السرعة قانون الاستجابة قانون التفاعل الإنساني مع هذه الدول قبل لا أجاوب السؤال في بس أسماء ما ذكرتها أنا أسماء المؤسسين مثل يوسف إبراهيم الغانم عبد الرحمن العم عبد الرحمن العتيجي عبد العزيز الصقر الله يرحمه وعبد المحسن الزبن من أسماء المؤسسين طبعا يعني والأهم من توصيل المساعدات هي الاستمرارية مثل ما تفضلت يعني الجزء الأول على فكرة مو كل الدول مساعداتها مقبولة إذا كانت الدولة تتمتع بعلاقات دبلوماسية وحياد بالقضايا تفتح لها الأبواب لتقديم المساعدات أما الدول اللي تتورط سياسيا في قضايا معينة طبعا وأنا أذكر على الأخص قضية سوريا سوريا لما استضافت الكويت مؤتمر الإنسانية كان هناك استقطاب سياسي شديد بالمنطقة مع وضد ومع يعني جهات معينة الكويت غلبت لغة الإنسانية على اللغة السياسية وهذه مو أول مرة احتوت الموقف الدولي وفعلا استضافت هذا المؤتمر وحطت من أولوياتها توصيل المساعدات
والأهم من ذلك الاستمرارية، مثل ما ذكرت قبل قليل إصرارها على فتح المدارس. هذه المدارس مسجلة أن الكويت تدعمها. قل عدد الطلبة تستمر المدرسة، لأن يعني عالمنا العربي احنا يعني نتمنى ان نعيش بدون كوارث. الحق في التعليم، حق في التعليم، وبعدين يعني نريد يعني احنا هدفنا بالنهايه مو استمرار هذه الكوارث واستمرار الدعم، مساعده الدول باستعاده قوامها الصحيح حتى يستطيع اللاجئ ان يعود الى وطنه. احنا ما ننشئ مناطق للاجئين، احنا نحاول ندعمهم الان مؤقتا حتى يعودوا لاوطانهم. فتمتع لكن الاشكاليه دكتوره في استمراريه الازمه، وهذا اصلا هو التحدي الكبير لجمعيه الهلال الاحمر الكويتي. الناس تعتقد دكتوره فقط هي تقديم مساعدات انيه، لا طبعا، لكن اعتقد بعدين لا تنسى في الدول اللي فيها برلمان وفيها مجالس منتخبه هناك اعباء داخليه، لان انت لما تنفق الدوله على المساعدات الخارجيه في صوت اخر في الداخل، فهذا العبء تتحمله الدوله، تتحمله للمحافظه على سمعتها دوليا، فتحاول تحتوي الضغوط حتى لو كانت داخليه، تحتوي هذه الضغوط لمحافظتها على هذه السمعة دوليا، وهذا يسجل لها. جميل. بذل وعطاء شعار جمعية الهلال الأحمر الكويتي، إلى أي مدى ترجمت هذا الشعار بالفعل إلى آلية، إلى عمل؟ نعم، إلى رؤية بالفعل. مثل ما تفضل الدكتورة بس قبل الإجابة، بتعقب. نعم، بتعقيب أن إحنا مو ما نقدم أكل بس، نقدم طبعا علاج، نقدم مدارس، نقدم مستشفيات. تبرعنا لي طبعا إلى لبنان قبل يومين العيار المتنقل لفحص سرطان الثدي اللي صادف اليوم العالمي. اللي عفوا كان من الدكتور قدم لنا دكتور محاضرة، دكتور أنور نوري في الكويت. إذا ما أدري إذا المخرج سعود العازمي مع إبراهيم ملا يعني نضع أيضا صورة صورة الدكتور أنور نوري، قدم لنا محاضرة في 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 عن سرطان الوعي، عن سرطان الثدي في الجمعية. وبنفس اليوم قدمنا للبنان عيادة متنقلة لمعالجة أو لفحص سرطان الثدي لكل لاجئين السوريين في لبنان، وعندنا مستشفيات في طرابلس. هو راح بنفسه دكتور؟ عفوا، لا، دكتور كان في الكويت. في وفد ثاني راح إلى لبنان، لكن قدم محاضرة توعوية. قدم محاضرة في الكويت، نعم، حضروا كثير من السيدات ومن النساء الموجودين عندنا، وبعض الرجال طبعا. وجهنا تحية أيضا يعني دكتور، صراحة استاهل. معلومات قوية كانت عندنا. طبعا نبني مستشفيات، عندنا بنينا قرى في 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 الفلبين، بنينا قرى في اندونيسيا قرى الشيخ جابر، بنينا طبعا تحريه المياه. استاذ انور، هذه دول يعني مليئه بالطاقه البشريه وبالنسمات البشريه، يعني كثر ما راح تبني ما راح تخلص. صحيح، هذا جهد يضاعف لجمعية الله. كيف تتغلبون على هذه الاشكاليه؟ يعني هو طبعا ما تساعد بهالشيء. يعني انا ذكرت تسونامي اول ما صارت الكارثة الكويت كانت أول دولة مثل ما تفضلت أن احنا نسارع ونكون أول ناس. ثالث يوم كانت الكويت هناك، الحرب اللبنانية الكويت يمكن. أنت ذكرت بأول لقاء بأن الكويت تساعد أحدى الدول في العالم، على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. الكويت تقدمت للولايات المتحدة الأمريكية، أتذكر في إعصار كاترينا. كاترينا طبعا هي الولايات المتحدة كثير، وفي كثير بعض الدول هو تقديم، ما هي مساعدة، لنا ما يحتاجون مساعدة، هي وقفة إنسانية طبعا. يعني نقول الكويت لا تفرق بين أيضا، لا تفرق بين العرق والجنس والدين. واليابان كان تذكر اليابان كذا قدمت الكويت باخرة فيها 5 ملايين دولار شحنة نفطية. نعم، شحنة نفطية بعد فوكوشيما أعتقد. نعم، صحيح كلام. أنا بدي أتوقف أيضا عن التقرير أيضا يدعم أيضا حلقتنا، هي إضاءات على العمل الإنساني بوجودك، وجود أيضا الشباب الكويتي في جمعية الهلال الأحمر الكويتي. وإحنا ارتئينا أمانة في شارع السور اليوم نركز على جمعية الهلال الأحمر، لأن الدور اللي قاعد نشوفه الآن حراك إنساني وتطوعي، وكان من الأهمية بمكان أنه سلط الضوء. تقرير ونعود لكم مع ضيوفي، مع الدكتور ندى المطوع والأستاذ القدير أنور الحساوي. العمل الخيري والإنساني الكويتي تتويج لمبادئ وأسس نشأت في المجتمع الكويتي وتأصلت في نفوس الأجداد والآباء والأبناء، ومبدأ راسخ في رؤية الكويت للتعاون بين الأمم، والتي تجسدت في استشراف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للعلاقات التي يجب أن تسود بين الشعوب،
وفي الرؤية السديدة التي تشمل تقديم العون والمساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة، وخاصة في أعقاب الكوارث الطبيعية والنزاعات التي تدمر المجتمعات البشرية بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية. وها هي جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقدم نموذجا للعمل الإنساني كنهج ثابت ومبدأ راسخ في رؤية الكويت للتعاون بين الأمم، والتي تمثلت دوما في استشراف سمو أمير البلاد للعلاقات التي يجب أن تسود بين الشعوب، وفي الرؤية الشديدة التي تشمل تقديم العون والمساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة، وخاصة في أعقاب الكوارث الطبيعية والنزاعات التي تدمر المجتمعات البشرية وتشرد الأبرياء بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والأثنية، انطلاقا من عقيدة الكويت وإيمانها بوحدة الإنسانية وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بهدف المحافظة على الأسس التي قامت من أجلها الحياة، وهي الحياة البشرية. علامة مضيئة على طريق الخير، نور على درب العطاء، درة تاج على جبين العمل الإنساني. جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ارتقاء بالعطاء. حياكم الله من جديد. بقى بس وقت متبقي قصير قبل لا أختم، أركز على جملة من النقاط المهمة مع ضيفي الأستاذ نور حساوي. الكويت مركز العمل الإنساني، هذا ماذا يعني أيضا في فلسفة العمل الإنساني؟ كيف ترجمتوا هذا العمل؟ كيف نسقتوا مع الجمعيات وأيضا المراكز المهتمة في العمل الإنساني؟ هل أستطيع القول أن الكويت صارت بمثابة مرصد إقليمي للعمل الإنساني في العالم بما يتعلق بالكوارث، بالخبرة، بالتعامل، بالتعاطي؟ هو طبعا شراكاتكم مع الجمعيات الأخرى أكيد بالخبرة. أنا أعتقد جمعية الهلال الكويتي حصلت على واحدة من أفضل 10 جمعيات قبل، يمكن في 2013 تقريبا، واحدة من أفضل 10 جمعيات في هذا المجال. طبعا الجمعية جمعية الهلال الأحمر الكويتي تواجدها في كل مكان وسرعة تواجدها، يعني احنا اللي بنزور مناطق منكوبة، يعني أنا كنت واحد من اللي زاروا في غزة وكنا أسمع الناس اللي يتكلمون يقولون توصلتونا قبل حكوماتنا وقبل طبعا في غزة تويتون المرة الثانية درتوا علينا وإحنا اللحين من داخل ما شفنا حد. نفس الشيء سمعنا هذا في أكثر من دولة، كنت في تنزانيا وفي طبعا أكثر من دولة. دائما يقول الكويت سباقة، والكويت زين فيها أن دائما تسبق يعني العمل، يعني لما تقول الكويت بتبرع بمئة مليون أو 20 مليون دائما على طول بعد أسبوع يتم تنفيذ هذا الشيء. كثير من دول تكلم تقول راح نتبرع ولكن ما يسوون هالشيء. العمل الإنساني في الكويت عمل مميز أعتقد أنا، وإحنا لازم نحافظ عليه، لأن أنا دائما أقول أن التطور الإنسان أو الشوارع أو المباني هاي ممكن تلقاها بأي دولة، لأن هذه بالفلوس. إنما العمل الإنساني هو العمل اللي يظل، هو العمل الراقي، وهو العمل اللي ممكن الكويت تحافظ عليه وتكون رائدة له. من خلال الخبرة أبو عبد الله الآن أستاذ أنور، ما هو الشق، ما هو المشروع الذي يحتاجه الإنسان في هذه الدول؟ أنا أعرف طبقا لنوع المشكلة ونوع الكارثة ونوع وطبيعة المجتمع، لكن بشكل عام ما هو المنتج الإنساني الذي يفترض أن يكون حاضر في أي كارثة؟ في يعني أي كارثة؟ يعني هل هو الماء؟ هل هو الطعام؟ هل هو المكان المأوى؟ يعني حسب الخبرة الآن اللي أنا أشوفه طبعا هو الماء، لأن احنا شفنا ناس رحنا النيجر ولا يوجد ماء عندهم، فالماء أعتقد مكون هام جدا. يأتي بعد ذلك طبعا بعد المكونات الغذائية اللي طبعا التعليم اللي هو بعد الأكل وبعد هذا كل التعليم، لأن هذه أنت الطفل أو الطالب إذا تركته بدون تعليم كذا يتجه إلى اتجاه آخر، سواء كان الإجرام أو اتجاه داعشي، فبالتالي إحنا حافظنا على هذا. جميل. أنا دكتورة قبل يعني أختم، يعني أثار نقطة جدا مهمة أستاذ أنور الحساوي، الماء وبعدين التعليم. أنا أقصد هذه الدول لم تكن فيها مشكلة طالما ما تكون هناك أيضا استقرار أمني وسياسي. أنا أعتقد أيضا يتطلب أيضا دور كويتي أيضا فيما يتعلق، ليس دور إنساني، أيضا دور سياسي حتى يتحقق الدور الإنساني. فالكويت تسير بمسارين، مسار سياسي
ومسار إنساني. حتى الآن لغة الإنسانية تغلبت على أي لغة أخرى في الوضع اللي إحنا فيه للتركيز على الإنسان وإنقاذه من ما هو فيه. الدور السياسي اليوم يلقى على عاتق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الدول الإقليمية الرئيسية في هذا العالم، حتى يكون هناك تناسق لإنقاذ هذه الدول ومساعدتها باستعادة قوامها الصحيح. النقطة الثانية، أنا لي تجربة شخصية طبعا مع هلال الأحمر في أزمة لبنان، واحدة من الأمور اللي في عام 2002، واحدة من الأمور وهي دور التكنولوجيا. اليوم التكنولوجيا لم تعد بالماضي العمل الإنساني، أنت مو متأكد وصل أم لم يصل. اليوم في كاميرات وفي سوشيال ميديا وممكن أنك تشاهد متلقي المساعدة، وهذا عطى المصداقية. حتى في المؤتمر الإنساني أمم المتحدة وفرت هذه الخدمة لمتابعة يعني الدول المانحة تتابع متلقي المنحة أو متلقي المساعدات. فلما اشتغلت معاهم في 2002 كنا فعلا نراسلهم ونفتح الكاميرات أو السكايب ونشوف المساعدات أين تصل. الآن عملي بروحي لمشروع يسمى المدارس الحدودية، قدمته إلى أمين عام المتحدة ونسخة إلى شخص في الكويت على أمل أن يتم تنفيذها. اليوم في الحلقة دكتورة وهي مدارس خيرية، مبادرات جميلة يعني. والله أعطيتهم استشارة مجانية كل واحد. راح يأخذونها بعين الاعتبار. نعم. أنا قبل لا أختم أبو عبد الله، الآن مشروعكم القادم، الجهد الإنساني الآن في جمعية الهلال الأحمر وين يسير؟ إلى أين يسير؟ إحنا اتجاهنا الآن أو تركيزنا طبعاً على التعليم. ولكن كذلك حتى النواحي النفسية، عندنا في روهانجا مثلاً قاعدين في راح نعمل مكان لمعالجة الأطفال من نفسانية من الحروب أو من الأزمات اللي صارت فيها. إحنا طبعاً اهتمامنا كله إنساني أكيد، ومثل ما قلنا التعليم والطب هو اللي إحنا بالنا أكثر شيء. جميل دكتور، أنا قبل أختم أترك لك المجال. فعلا يعني ما بقى شيء عندنا، الاخبار تقول الاخبار خط احمر ما نقدر نتجاوز. العمل الانساني في الكويت بشقيه الميداني والسياسي فعلا يعني نهج نرفع في رؤوسنا، ونتمنى ان ننقل هذه التجارب الى ابنائنا الى المدارس، ليس فقط عن طريق المدارس ولكن عن طريق التدريب العملي المستمر. هذه الروح نريدها ان تتأصل في نفوس ابنائنا وتنطلق في جميع الاتجاهات تحت مظلة الانسانيه. شكر موصول ايضا للاستاذ نور الحساوي نائب رئيس مجلس اداره جمعيه الهلال الاحمر الكويتي والدكتور ندى المطوع. والختام نقول لكم الكويت دائما سباقه في عمل الخير. العالم تغير بعد 9/9/2015 لتسميه سمو الامير قائد العمل الانساني، والكويت مركز العمل الانساني. الكويت اثرت في صوره المشهد الانساني. ايضا ابناء الكويت اللي ذكرهم الأستاذ نور الحساء والدكتور ندى المطوع الذين تعاقبوا على العمل الخيري والعمل الإنساني أثروا في صورة المشهد الإنساني. المفردة الإنسانية، كلمة الإنسان والتطوع والخير، كما ذكر سمو الأمير في الأمس، قال إن السمعة الطيبة لأهل الكويت والجهد والبذل والعطاء هو اللي غير من سلوكيات مو الأفراد، وصل إلى حد الدول في احتدائها في حذو دولة الكويت فيما يتعلق بالعمل الإنساني الذي لا يعرف الجنس أو الدين أو العرق، يعرف قضية واحدة، قضية الإنسان. كل الشكر والتقدير، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم وضيف جديد. حياكم الله، مشكورين ما قصرتوا. الله يسلمك.